طيب لو رحت مع حضرتك لمباراتين النهارده، مباراتين هنقول عليهم استكمالا للمتعه والاثاره في بدايه مسابقه الدوري المصري الممتاز، ولما بقول كده ببقى عارفه ان قد ايه المشاهدين كانوا مستنيين الدوري يرجع، وكان الكل وحش الكره المصريه بشكل عام. مباراتين النهارده من العيار الثقيل، طبعا مباراه النادي زي الفل. الاسماعيلي وزت هتكون الساعه 4 العصر باذن الله، هنقول عليها مولد نجم جديد، وهو لوزت فريق زد اللي لسه هنستكشف النهارده ملامح الفريق هتكون عامله ازاي. متوقع هتشوف زد عامل ازاي الموسم ده؟ لا يعني مش متوقع النهارده، متوقع في خلال السيزون هيبقى، لان احنا لو شفنا التدعيمات هو عامل تدعيمات قويه جدا، يعني بتكلمي على عدد كبيره جدا، عدد كبير جدا من لعيب الاهلي موجودين في زاد دلوقتي، عمل جاب كذا لعيب، مصطفى زيكو من حرس حدود لعيب كويس، فاعتقد علي لطفي بالاسماء علي لطفي، لا انا مش كده بقول لك، دول من اسماء لعيبه الاهلي اللي اتاخدت فيه لعيبه كتيره جدا، كتير شادي حسين بالظبط ومصطفى ميسي صحيح. وعلي لطفي، واعتقد حتى سمعت خبر ان هم تعاقدوا مع محمود صابر، وانا بشوف محمود صابر لعيب كويس جدا، لعيب منتخب اولمبي ولعيب بيراميدز، فالتشكيله او السكواد اللي انا شايفه لا لازم يعمل حاجه، لازم يبقى ممكن يبقى هو البديل بتاع فيوتشر السنه دي، يعني فيوتشر طبعا بقى لعيبه كتيره جدا، انا متوقع فيوتشر مش هيبقى نفس المستوى بتاع السنه اللي فاتت، لو هينافس على المربع، فممكن يبقى زاد هو البديل بتاع فيوتشر السنه دي، اللي هو ممكن يبقى عايز ينافس في المربع الذهبي عشان يخش يلعب تتوقع كونفدراليه. له النطة دي يا كابتن تامر؟ هنشوف البداية، أنا ما أقدرش يعني، أنا بس لسه أول متفائل له مباراة، قوي متفائل لأن التعاقدات قوية، قوية. التعاقدات في فرق، زي ما إحنا مثلا السنة اللي فاتت أسوان والداخلية وحرس حدود بيعملوا تعاقدات بس بعدد كبير جدا، بس كلهم لعيبة ما عندهمش خبرات، لعيبة من درجة تانية، فما بيعملوش النتائج، يعني ما بيعملوش النتائج، فمعظم الفرق دي بتنزل تاني، ولكن لما بتعملي زي نفس اللي حصل مع البنك الأهلي وفيوتشر وفاركو وسيراميكا، لما ابتدوا طلعوا من درجه تانية الى دوري ممتاز، عملوا تدعيمات قويه جدا بلعيبه اسامي قويه من الاهلي والزمالك، بقى عندهم خبرات، عشان كده على طول هم ما بينزلوش لغايه دلوقتي، يعني صحيح احنا كنا على طول بنقول الثلاث فرق اللي بينزلوا هم اللي السنه اللي بعدها، اللي بيطلعوا هم اللي بينزلوا السنه اللي بعدها، بقى لنا كذا سنه لا الفرق اللي بتطلع بقى لهم كذا سنه موجودين في الدوري، سواء سنه طلع سيراميكا والبنك الاهلي لغايه دلوقتي ما نزلوش، في سنه طلع فيوتشر وفاركو لغايه دلوقتي ما نزلوش، فاعتقد هو غزل المحلة بس هو غزل اللي المحله يمكن طلع سنه ولا سنتين ونزل تاني، يعني حاول عشان بس كده الدوري السنه دي هيبقى صعب، لان الثلاث فرق اللي طالعين ثلاث فرق دعموا بطريقه جيده، وفي نفس الوقت يعني صعب ان هم ينزلوا، سواء زاد جونه برضو دعم بصوره جيده، ومعاه كابتن اعتقد علاء عبد العال من المدربين اللي عندهم خبرات كبيره، هو السبب في بقاء الداخليه السنه اللي فاتت، بدايه المحله هيبقى هياخد الدعم والمسانده الجماهيريه من المحله بدل صحيح نادي بدل غزل المحله، المحل. فهيبقى برضو مع مدير فني صغير زي احمد عبد الرؤوف عايز يثبت نفسه، اول تجربه ليه في الدوري، فالسنه دي انا شايف ان الموضوع هيبقى صعب، يمكن في المنافسه فوق الوضع اللي فيه في الزمالك والاوضاع دي برضو ممكن تخليه يعني مش هنبعده عن المنافسه، اه احنا في سنه كان الزمالك برضو كان فيه ايقاف قيد وهم نفس اللاعبين، الزمالك محتاج بس ان اللاعبين يرجعوا لمستواهم صحيح. الطبيعي. تعرفي كابتن تامر، من حق الجميع دايما انه ينافس وبقوه، يعني لما بنيجي نتكلم وبنتناقش على بشكل عام المنظر عامل ازاي، ما تقدرش تيجي تقول بلديه المحله ولا الجونه هل ممكن ان هم يستمروا في هو ممكن الاثنين يبقوا بره خالص التوقعات، وتلاقي فرق تانية هي اللي بتنافس على الهبوط، لانه حق مشروع لكل فريق ينافس بقوه. وفي بدايه الموسم دايما دفع المعنوية عند الجميع والإصرار والعزيمة، وبيكون في النهاية حاجات كتير قوي خارج كل التوقعات. يعني شفنا الموسم ده الداخلية كان على بعد يعني خطوات خطوات ثواني من ان هو هو كان اسوان متعادل معاه لغايه الدقيقه صحيح، 90، هو جاب الجونين اللي قعدوه في اخر في الوقت الضايع، ففي مفاجآت بيشهدها الدوري في الدقائق الاخيره، ودي اللي بنقول عليها حق مشروع لكل فريق ما يذكرش اسمه في فكره حتى التوقعات حتى الثواني صفاره النهايه لاخر صح. مباراه في الدوري. ولكن بدايات الدوري، بدايه الدوري هي اللي بتحدد مكانك في الجدول يعمل ايه، يعني انا الفرق اللي بتبقى طالعه وكاسبه عامله بدايه دوري جيده وتكسب كذا ماتش بتبقى مستريحه انها هتحس ان طبعا هم وضعها في بيكونوا الجدول أفضل. مستريحين بالتأكيد. فالبدايه اول 3 4 ماتشات دي هي اللي بتخلي الفريق يتحدد انت عايزه
نفسي، ولا عايزه تبقى في نص الجدول، ولا البدايه هتبقى متعثره فهتبقي صارع على الهبوط من اول الاربع خمس ماتشات. فعشان كده البدايه مهمه جدا، ولا عايز تكون في المربع الذهبي بالتاكيد طب. يعني حتى في بعض الفرق زي الاتحاد السكندري شفناه في بدايه الموسم عامل طفره كبيره جدا، للاسف هقول ان في بعض الفرق خارج التوقعات زي غزل المحله. لما غزل المحله ابتدوا الموسم كويس قوي السنه اللي فاتت، غزل المحله كابتن تامر في بدايه الموسم اللي فات أول أربعة كان بيتقال عليه الحصان الاسود، يعني احنا بنتكلم في انه فريق كان بيلقب باللقب ده في بدايه الموسم وينتهي بيه الحال ان هو يهبط بعد انتهاء المسابقه، دي بقى بتكون المفاجآت او الفرق اللي خارج كل التوقعات.